حياكم الله متابعين الأعزاء في إطار العمل الإعلامي المنفتح والهادف من كافة القضايا. نستضيف اليوم في جريدة أصوات أحد الفعاليات الوطنية الهامة، ويتعلق الأمر بالأستاذ محمد الدرغالي. الأستاذ محمد الدرغالي خبير في العلاقات العامة وقضايا الشباب، وهو مؤسس لمنتدى الشباب المغربي ورئيس مؤسس لمنظمة جرين تشالنج، أي التحدي الأخضر، إضافة إلى كونه رئيس مؤسس لمنتدى الشباب المغربي الجزائري. بالإطلالة على هذه المهام نلاحظ سعة الأستاذ الذي نستضيفه اليوم ونرحب به. مرحبا بك في بلاطو جريدة أصوات. سنتناول في هذا اللقاء مجموعة من المحاور، نتمنى أن تكون الإفادة عامة لتحيطنا بجميع المحاور التي سنتناولها في هذا اللقاء. أولا، نريد من الأستاذ محمد أن يعطينا واحد اللمحة على الدبلوماسية الموازية، ماذا تعني، وهل بالفعل استطاعت الهيئة التي يمثلها أن تؤدي الدور الفعال في إطار هذه المعارك اللي كتخوض الدبلوماسية الموازية للإطارات الرسمية ديال الدولة المغربية؟ فليتفضل. أعتقد أن بخصوص الدبلوماسية الموازية كقاطرة واللي كتحاول تعطي أنا صورة لمنتجية على الشباب المغربي اللي كيحضر مكانة خاصة عند صاحب الجلالة الله ينصره، فاحنا كشباب اليوم خدينا المشعل أننا بالموازات مع الدبلوماسية الرسمية اللي كيقودها جلالة ذلك السيد وزير الخارجية المحترم، أننا نحاول نعطيو هاد ليماج على بلادنا ونحاول نخدموا القضايا ديال بلادنا ونحاول ما أمكن الموقع ديالنا يعني كمجتمع مدني أو كشباب أننا نفعل الخطابات ديال سيدنا الله ينصره. فيما يخص الدبلوماسية الموازية على مستوى العالم أو العلاقات العامة، فهي أضحت شيء مهم، لأن دول العالم أصبحت تستثمر في الدبلوماسية الموازية، تستثمر في العلاقات العامة، لأن المهم والأهم أن الشباب في جميع دول العالم هو المحور، وكنحاولوا أننا حنايا كشباب مغربي أننا نوصلوا الصوت ديالنا للعالم، نخلقوا واحد الفضاء ديال التواصل والتبادل بين الشباب. كبدايات انا غنشير لواحد النقطه مهمه بزاف، اللي هي النقطه ديال المنتدى ديال الشباب المغربي الجزائري تشكل على اسد، فهو كان منتدى رسمي طبعا، كان باشراف وكرئيس شرفي كان هو اسد فوزي القجع. يعني هذا المشروع جاء في اطار تفعيل خطابه ديال سيدنا الله ينصره ذكرى 49 للمسيره الخضراء. يعني كان معنا 1000 شاب من الجزائر، اكاديميين رؤساء سابقين برلمانيين من الجزائر، اللي امنوا معنا واحد الفكره، انه حنا تنقولوا ان للسياسه رجالاته، نحن لا نمارس السياسه، حنا الدور ديالنا هو نوضعوا واحد القطيعه مع الفكر السابق، ان نجيب فكر جديد، ديناميه جديده، ان الحدود خصها تفتح يعني إنسانية. بحكم أنا كنت عندي لقاءات في الحدود ديال المغرب والجزائر، يعني عائلات فرقت بالحدود. الذي يحز في النفس أنه ناس يعني كبار في السن عندهم الحنين الأصدقاء ديالهم، العائلات ديالهم اللي فرقت بالحدود. حنا ميمكنش فرقنا السياسة، حنا خصنا نخلقوا واحد القوة ضاغطة. طبعا من الجانب ديالنا اللي فرحني كثر في بلادنا، من الجانب ديالنا احنا الدوله المغربيه، انها بصدر رحب دعمتنا وجدتنا، وكنا نقول دائما وسنقول اننا لا نمارس السياسه. وبالنسبه للقضيه ديالنا، قضيه الصحراء المغربي، فانا كمغربي كنقول غندير المشروع ديالي في بلادي في الصحراء المغربيه في العيون، وهذه خلقت واحد النقاشات وانتقادات من الطرف الجزائري، اللي الاخوان اللي كانوا منسقين ديالنا في الجزائر تعرضوا للمساءله القانونيه. لا لشيء الا انهم
بغاو يخلقوا واحد الفضاء ما بين الشباب المغربي والشباب الجزائري والحق والحلم ديال حسن تاني الله يرحمه، انه نحيو يعني الاواصر ديال العلاقات ما بين العائلات المغربيه والعائلات الجزائريه وتفتح الحدود للجميع. وهذا هو الاشكال، يعني هذا المشروع وقف ماشي بسبب يعني الدوله المغربيه، بسبب الدوله الجزائريه. هذا هو الاشكال. ورد في الجواب ديالك اننا قلتي اننا لا نمارس سياسه، معناه انه ليست لكم ارتباطات لا تنظيميا ولا كذلك من ناحيه الدعم المادي من اي اطار سياسي مغربي كان، يعني انتم اطار مستقل في القرار ديالكم في التدبير. انا نتكلم كشخص، انا اعتقد بنفس المسافه مع جميع الاحزاب السياسيه في المغرب، واللي عنده يعني فكره انه يخدم بلادنا ويحاول يخدم التنميه ديال بلادنا، احنا معه يعني بدون شروط. ولكن احنا ليس لنا اي انتماء سياسي كيفما كان نوعه، ولكن عندنا صداقات. طبعا عندنا صداقات مع اخوان في احزاب، وحنا كان يعني من بعيد، حنا ماشي المجال ديالنا السياسه، حنا كنديروا الدبلوماسيه، حنا كنحاولوا نخدموا في مجال اخر مختلف تماما عن السياسه. حتى الناس ديال السياسه يعني راه فيهم الصالح وفيهم الطالح، ولكن اللي عنده نيه انه يخدم بلادنا فاحنا مستعدين نديروا يدنا في يديه. اكيد. ماشي كحزب، ولكن كشخص اللي عنده الفكره انه يخدم بلادنا ويخدم الشباب ديال بلادنا. اكيد. هذا هو الاهم. اكيد ان الدبلوماسيه الموازيه ليست بالامر الهين، هي من المهام الكبيره واللي ربما تشكل نقطه من النقاط اللي خص تفعيلها كما ورد في الخطاب الملكيه، ان كل مواطن مغربي خصو يؤدي هذا الدور كيف ما كان، سواء كان اطار جمعوي او سياسي او لا حتى مواطن عادي في اطار هذه الدبلوماسيه. اكيد انها ماشي مهمه سهله ولكن صعيبه، والنجاح فيها ماشي سهل. في هذا المضمار تم استدعائكم لمقر الامم المتحده لتمثيل المغرب في مؤتمر دولي اللي كيتعلق بالدبلوماسيه الموازيه والقادة الشباب. شنو ممكن تقولوا لنا اولا على هذا المؤتمر، ثانيا على حضوركم كيفاش غيكون في هذا المؤتمر في اطار الدفاع عن القضايا الوطنيه؟ بصراحه انا فرحان بزاف انه حلم متحقق. منذ الصغر ديالي كان عندي واحد الحلم، ذاك الحلم ديالي كان هو انني يجي واحد النهار نكون في امم متحده ونهضر على بلادي ونعرف بالقضيه الوطنيه ديال بلادي. حيت الاشكال راه عمره ما كان عندنا في الدفاع عن القضيه الوطنيه ولا الترافع عن القضيه الوطنيه، ولكن كان عندنا في التعريف بالقضيه الوطنيه. هذا هو الاشكال، وهذا الشيء تمسك الاخوه الجزائريين، لانهم يلقنونهم على اساس ان المغرب دوله محتله للصحراء المغربيه. وهنا ملي كنعرفوهم بالقضيه تاريخيا انها كانت ولا تزال وستبقى صحراء المغربيه. احنا غادي نحاولوا نناقشوا مواضيع منها السلم والحرب، يعني النزاعات الدوليه. من الموقع ديالي على بلادي انني غنناقش قضيه ديال الصحراء المغربيه. يعني هذا يعني واحد الحلم اللي انا متشبت به، وغادي نحاول انني نضفي عليه يعني اللمسه ديالنا احنا كشباب اليوم، انه اليوم غتختار شاب مغربي من عامه الشعب ولد الشعب، انه اليوم غيمثل المغرب، يمثل بلاده في الامم المتحده، الولايات المتحده، يعني باش انه يعني تختار شاب من ضمن القادة الشباب الدبلوماسيين في بلاده في المغرب. هذا ليس بشيء هين. أنا قلت بس كنت مبين فرحان، و الله ينصر سيدنا واللي كدعم الشباب وكيعطي هذه المكانة خاصة، وأنا كنعرف أن سيدنا الله ينصره كيرعى الشباب المغربي وكيفتح لي آفاق ديال العمل. يعني بلادنا المغرب أمس ليس مغرب اليوم، قالها السيد ناصر بوريطة، المغرب أمس ليس مغرب اليوم. فأنا كنحث الشباب على أنهم كل شاب من الموقع ديالو، سواء كنت مناضل سياسي، كنت جمعوي، كنت كتخدم في مجال الدبلوماسيه الموازيه، في مجالات اقتصاديه، حاولوا اليوم تنفتحوا على العالم. حاولوا تعطوا الصوره النموذجيه والراقيه على الشباب المغربي. هذا الشيء اللي كنتسناو منكم. وحنا راه بدينا هذا المسار، ونتمنى انه يجيو شباب اخرين يكملوا هذا المسار اللي حنا بادين فيه. من موقعكم بطبيعه الحال كفاعل في الدبلوماسيه الموازيه اولا، وثانيا كخبير في المجال ديال التواصل الاستراتيجي، ورد في كلامكم على اساس انه ان هذا المؤتمر اللي غادي ينعقد بالامم المتحده كيحمل شعار ديال السلم ومحاربه او مناضه الحروب في العالم.
كنمر مباشرة لما يقع الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية والحرب المشتعلة في هذه المنطقة هذه، والهجمة اللي كتستهدف الفلسطينيين في مجال ديال تهجيرهم مشاريع للأردن ولا لمصر في إطار العدوان على رفح المهيئ. أشنو ممكن تقولوا لنا اللي ممكن تعطيوه من باب الاهتمامات ديالكم أولا والحضور ديالكم فيما يخص هذه القضية الفلسطينية؟ كي لا يكون هناك لبس وكي تكون الأمور واضحة المعالي الأستاذي، لا أنكر يعني بعض الصفحات اللي كتهاجمنا يعني تقريبا يوميا باننا احنا كان الولاء للصهيونيه او الاسرائيل او كذا. فانا نكون واضح، وهذا هو الراي ديالي اليوم غنقول من المنبر. جميل. احنا كشباب مغربي وكمنظم وكمنتدى للشباب المغرب مسلمون ويهود لاجل التعايش والسلام، ما كنقصدش اسرائيل، اكيد كنقصد اليهود المغاربه في العالم، البرازيل سواء في اسيا سواء في اوروبا، يعني هادو هما اللي كنوجهو الكلام ديالنا. بالنسبه لموقفي انا فهو من موقف الدولة ديالنا المغربية. فاسا ماجيستير لينسرو راه في البلاغ ديالو ديال الاعتراف بمغربية الساحة من طرف الدولة العظمى أمريكا، فكان واضح عدم التخلي عن حقوق الفلسطينيين الأرض ديالهم. ثانيا حل الدولتين. ثالثا حنا ضد أنه تستهدفوا المدنيين. راه حتى من الطرفين، باش تكون واضح، من الطرفين حتى ما فعلته حماس كان خطأ جسيم 7 أكتوبر، لأنه لم تحسب حسابا، لأنه شكون اللي أدى الثمن الغالي؟ هم المدنيين. هادشي اللي كنشوفه راه يحزو في النفس. حنا ولينا أنه إيه العلاقات الاستراتيجية، وحنا ما نسميوش الطبيعة الاستئناف، العلاقات ما بين المغرب ودولة إسرائيل فهو ليس على حساب قضية فلسطينية. دائما وستبقى قضية فلسطينية قضية كل مغربي حر، سواء خدمنا مع اليهود فين ما كانوا. انا يهود مغاربة انا كنتواصل معاهم يوميا، حتى حاليا في ظل هذه الحرب وهذه الاوضاع حاليا كنتواصل معاهم، فهم عندهم مشكل في هذه الحرب. يعني كيناهضوا الحرب، كيناهضوا الاستيطان، وكذلك حنا كناهضوا الحرب وكناهضوا الاستيطان وضد قتل المدنيين من الطرفين ومع حل الدولتين. يعني وحتى المخرجات من بعد الحرب، مخرجات من عند سيدنا الله ينصره كما كانت حنا معها، سواء بالاستئناف او ايقاف او ما الى او تعديل، او حنا معها جمله وتفصيلا. اكيد من موقعكم كشباب طبيعه الحال، لانه الشعار الاسمى اللي كيهدف له الانسانيه بشكل عام وهو تحقيق السلم العالمي ومناهضة كل انواع الحروب كيف ما بغات تكون النوع ديال الحروب، وهذا هدف استراتيجي واللي ما كيختلفش على السياسه الرسميه اللي كتنجا بلادنا، واللي باعتبار سيدنا انه رئيس لجنه القدس، وبالتالي انه كيحاول يمشي في خط متوازي لدعم القضيه الفلسطينيه ضمن حدود الدولتين بطبيعه الحال وفق القرارات ديال القمه العربيه، وكذلك في اطار المهام الانسانيه المطلوبه للدفاع عن القضيه الفلسطينيه وكذلك السياسيه للدفاع عن القضيه الفلسطينيه. هذا لا يختلف. اذا انا بالنسبه لنا رجوعا للموضوع ديالنا، طرحتي واحد النقطه اللي هي مهمه على اساس انه في المحور اللي كيتعلق بكم كدبلوماسيه موازيه، وهو الجانب الاول التصافعي على المستوى الدولي لتقريب القضيه المغربيه الوطنيه الاولى للمنتظم الدولي، وكذلك الاستهداف الثاني اللي هو في محاوله تغيير العقليه اللي كيغرسها نظام العسكر في الجزائر لدى المواطن الجزائري تجاه المغرب وذاك الحموله ديال العداوه اللي كيحملها للمغرب. اذا واش استطعتوا تنزوا هالنوع من الاختراق؟ يا سيدي، لو لم يكن هناك اختراق لما جلبت 1000 شاب بجوازات سفرهم وبطائقهم الوطنيه على اساس انه طلبات من منظمه فاعله كتضم اكثر من 120 منظمه تابعه للجزائر، مجتمع مدني، رئيس سابق السي بشير مصطفى كان مع طرحنا ودعمنا وشخصيات وازنه من الجزائر. اين يكمن الاشكال؟ يكمن في العسكر في الوقت الجزائري، لانهم اتهموني بالعماله، بانني عميل مخابرات مغربي، وهذا الشيء اللي كان فيه جمله وتفصيل. انا ليست لي اي علاقه مع المخابرات المغربيه لا من بعيد ولا من قريب،
وهذا الشيء ما كاين فيش انني غندعم بلادي اكيد في اي منبر اي يعني اي ملتقى او مؤتمر دولي غندعم بلادي راه الوطن يعني ملي كنتكلم على الوطن انا لا اتكلم عن المسؤولين اتكلم عن الوطن الذي يحضنني انا عندما يسالوا يعني اي شخص نفسه ماذا قدم للوطن اتعرف ما هو السؤال اللي كنت اطرحه على نفسي ماذا قدمت انا لهذا الوطن بحرقه كشاب شنو عطيت انا لبلادي اللي كتحضنني وكتدعمني شنو قدمت لها شنو بماذا سيذكرني التاريخ في هذا الوطن يعني أدول اكيد هذا المطلب هذا الفرق ما بين النظام في بلادنا اللي مبني على ملكيه دستوريه كطرح الشباب ديالها كدعمهم كتفتح لهم المجالات والافاق ما بين النظام عقيم ولا عليه زعما باقي كيعيش في الحرب البارده باش تعرف الفكر ديالو نظام مازال كيعيش في الحرب البارده ديك الفكر يعني نظام يعني اكل عليه الدهر وشرب اليوم راه المغرب يقارع الدول العظمى اليوم المغرب كيفرض الاسم ديالو في المصاف الاولى اليوم كنشوفو كاس العالم اليوم كنشوفو المغرب يعني في مبادرات عالميه راه مناخ راه مبادرات يعني في مجالات متعدده فالحكم اصلا الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب كان هو اقصى ما يمكن ان يقدمه المغرب صراحه لان بلادنا تاريخيا يعني كان هناك يعني صراع اقليمي كما تعرف قبل ما ندخل في التفاصيل اكثر كان صراع اقليمي كان ملزم ان المغرب يقدم بحال هذا المقترح هذا ولكن هو اقصى ما يمكن وحنا نقول اننا سندافع عن وطننا يعني بجميع ذواتنا بافكارنا بمؤسساتنا بارواحنا تبقى الحال بارواحنا دافع على البلاد اكيد هذه روح وطنيه مفروضه في كل واحد لانه اكيد انه ربما اللي قهر الجزائر اكثر هو المشروع التنموي الطموح اللي قام به المغرب على صعيد الاقاليم الجنوبيه من المملكه العزيزه وكذلك الاختراق الافريقيا والتحول العالمي للايمان بمشروعيه القضيه الوطنيه الاولى وهذا بالفعل كيرجع فيه يعني العمل الكبير لسيدنا الله ينصره في هذا الباب اللي وقع هذا الاختراق الدولي اللي ادى نوع من اللخبطه بالنسبه للعسكر الجزائري وبالنسبه لاي واحد كيدافع على الوطن فهو كيدافع على الوطن ديالو كما الجزائري كما اي كان في هذا الباب اذا الاتهامات تبقى رخيصه ولا دلاله لها كل يغني على ليلاه بطريقته نرجعوا لهذا المنتدى الشباب المغربي الجزائري نريد انك تعطينا الراي العام والشباب يعرفوا الاهداف اللي من اجلها انجز والمشروع اللي كنحملوا فوزي القجع ضمن هذه المرحله هذه لتقريب الراي العام من هذه الخطوات سواء كان في المغرب او في الجزائر او لا في دول المغرب العربي من هذه الخطوات هذه فوزي القجع اتصلت به شرحت له الفكره قلت له المشروع جا في اطار تفعيل الخطابات ديال الساماجيست الله ينصرو اقترحنا المشروع عجبو بزاف قال لنا انا اي حاجه كتخدم يعني الشباب ديال بلادي حنا وكنا يعني اللقاء ديالنا كان في واحد الاطار معين انه كرئيس الجامعه الملكيه لكره القدم وكنا غنديروا واحد مباراه مصغره يعني ما بين الشباب المغربي والشباب الجزائري اللي كانت غتحظى بواحد اهتمام اعلامي كبير فوزي القجع يعني في اللقاءات اللي كانت ماراطونيه معاه كان كيوجهنا يعني بشكل يعني بعيد كل بعد عن السياسه يعني كان ماشي غير فوزي القجع كانوا بزاف ديال الشخصيات اللي عاونوا باش نعطي كل ذي حق حقه يعني كان معنا استاذ نائب رئيس مجلس النواب اللي هو محمد تويم بن جلون كان اخ الصديق السي محمد عواد حاليا برلماني بمدينه سلا كان السي محمد الحمر اول مدعمين ديال هذا المشروع رائع اللي فارق الحياه الله يرحمه السي محمد الحمر اللي كان اول من دعم المشروع رئيس جامعه السهول منطقة السهول يعني بزاف ديال الشخصيات كان من ضمن ديال مهدي بن سعيد اللي حاليا كنت قلت له في واحد اللقاء قلت انا وياه لو اتمناك وزيرا للشباب صراحه وكان ديك الساعه هو برلماني سابق وقلت له انا شخصيا قلت له اتمناك وزيرا للشباب وتحقق وجاءت الاخبار سبحان الله وتحقق الهدف بطبيعه الحال كان كيدعمنا بزاف هو الله يجزيه بخير وامن بينا اهم حاجه انه الايمان ماشي الدعم انه
يشوف شاب طموح حامل واحد فكر، يعني مورا 1000 شاب من الجزائر كلهم جايين على فكرة واحدة، هي خلقوا فضاء التواصل والتفاعل، هي انهم يوضعوا واحد الحجر في مياه الراكده من 23 سنه. اكيد يعني هاد الشباب اللي الحلم ديالهم هو انهم تفتح الحدود، والقضايا السياسيه لها رجالاتها، القضيه الوطنيه قضيه الصحراء المغربيه راه في الامم المتحده حاليا، شاء من شاء وابى من ابى، في المغرب في الصحراء والصحراء في المغرب، الا ان يرجى الله الارض ومن على كما قال سيدنا الله نصر. اكيد الجميل في الشيء قال لك من لم يشكر الناس لن يشكر الله، وهذا اعتراف اللي كيعين كيعطي واحد الجماليه لهذا اللقاء. نخليو لك واحد الكلمه اخيره في نهايه هذا اللقاء. كلمه اخيره، غادي نشكر واحد الشخص اللي قدم لي الكثير وفي احلك الظروف كان الى جانبي، اللي هو أنا شخصيا، لان لولا انني كنت كنحاول ان نعطي راسي داك الحافز كل مره جاوا عراقيل اخوان لي الكتاب وانا غيعرفوا علاش كنهضر، عراقيل كبار واجهنا التحديات واجهنا تهديدات واجهنا بزاف ديال الحوايج، يعني لولا اننا كنا كنعطيو الحافز لراسنا وواحد الجنود ديال الخفاء لا داعي لذكر الاسم ديالهم، حينما كانت يعني امامنا تحديات كبرى كانوا الى جانبنا، ويعني دعمونا كجنود خفاء، وانا هما ما بغيتش انا نذكر الاسم ديالهم، ولكن انا غادي نشكرهم لانهم الميساج نتمنى يوصل لهم اينما كانوا. شكرا لكم، وشكرا للناس اللي امنوا بنا من البدايات ديالنا، والله يبارك في عمر سيدي. الشكر موصول لكل شيء، ولكم مشاهدينا ومتابعينا نشكر ضيفنا السي محمد الدرغالي على هذا بالفعل هذا الجرأة والصراحة اللي طبعت اللقاء، ونتمنى أن نستضيفك دائما في حلقات مقبلة، وتحية للجميع. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.